اجت لعندي وعم تخبرني، قلت لها طلعي من البيت وجيبيه لعندي وانا من خلاله بقدر اعمل بس شيء. بس عم نحكي عن طلاب باي اعمار؟ عم نشوفهم صغار، ايه منهم كبار، اعمار صغيره صح. يعني صح. سميح قد ايه عمره؟ سميح عمره 11 سنه، وسميح له سنتين بلا مدرسه. ليش؟ هي بدك تساليها لجمعيات الاهليه اللي هن ما عم يقبلوا يدمجوه مع الطلاب اللي هن ما وضعوا. جمعية الأهلية أو المدارس؟ حبيبتي المدارس اللي هي بتقبل بترفض بمطرح ما أنه هيدا الطالب ما يكون متواجد. ليه؟ هو لأنه على كرسي متحرك. على كرسي متحرك. بس هو ذهنياً وعقلياً ما عنده مشكلة، لا يعاني من أي شيء، لا يعاني. طيب قصدته المدارس، قصدته الجمعيات؟ الأم إلى سنتين مقعدته بالبيت لأنه قصدت كتير قصص. عرفتي وقت لفتت لعندي قلت لها خليني انا من بوابه الرسم اطلع لحتى احكي معاناته. بالنهايه الفنان مش هو بس اللي بيرسم جوات الاتوليه، في رسالة طبعا، في رساله انسانيه من خلال انت بتقدري تتوجهي والصوت بيكون اعلى. طيب هلا تعلم سميح الرسم؟ سميح عامل عندي هلا تابلوين، كان ايديه ما كان يشتغلوا ابدا، عملنا حركه يعني صحيح انا مش سيكوماتريسيان صح بس عم حاول بإنسانيتي اشتغل لحتى طور حالي مع هول الأشخاص اللي عندهم مشاكل. أوكي. المعرض أو أتنقول يمكن ثمار هالتجربة يلي جمعت أطفال عندهم احتياجات خاصة وكمان مع أطفال أسوياء مثل ما ذكرتي جسدت بمعرض بالإنستيتيو فرانسي بطرابلس بثلاث شهر كان الافتتاح صح، بحضور كل الاطفال كلهم اجوا كلهم شافوا لوحاتهم مبروزه معلقه. اكيد فيني اقول لك شغله اساسيه اللي ساعدني، فيني اشكر من خلال منبركم الدكتور المؤرخ عمر تدمري وعقيلته والعميد كمان بالجامعه الجنان كمان غازي تدمري وزوجته اللي بكليه الصحه بجامعه بيروت العربيه مدام نسرين بيسار تدموري شرفوني بالمعرض، ويعني كان وجودهم خلاق لدرجه انه تفاعلوا مع الطلاب وهذا اللي كان بدي اياه. طيب اصغر طالب مين؟ قد ايه عمره؟ انا كان عندي طالبه عمرها 3 سنوات، هلا الطالبه صار عمرها 10 سنوات. ثلاث سنوات ايه هلا بالمعرض السابق اللي كنتوا انتم مستضيفوني فيه حكينا عنها، كانت هي اصغر تلميذه، هلا التلميذه عمرها 10 سنوات وهي كمان عارضه اسمها غنوه دبوسي. طيب كان في موضوع معين للمعرض ولا كان في هي حريه الاختيار؟ لانه بالنهايه هو الاطفال يعني هن، بس اكيد ما فينا يعني ما فينا نطلع عن امور اساسيه باسلوب الرسم. يعني بالنسبه ايه ما عم نحكي تقنيات، عم نحكي عن الموضوع بشكل عام. ايه بس بالاجمال بنحاول انه يكون في تقنيات، يعني من يعني مثل كأن عم تتمازحي مع الولد لحتى توصلي له المساج بس بطريقه اكاديميه خلاقه لا يقدر على القليل يشوف هيدا الفنان شو عم يعمل، صاروا يعملوا سيرش وبحث عن الفنانين اللي نشتغلوا عليهم. في اعمال كانت نافره بطريقه ايجابيه؟ لكي فيني اقول لك ستنا انه الموضوع قائم كان بالاجمال على 3 حالات عندي، هول 3 حالات انا شلتهم على عاتقي كانسانه وحاولت انه ضوي عليهم. بالنهاية نحن بنطلع ومنسافر وبنعمل معارض دولية، بس بالنهاية بيهمنا الإنسان، لأنه وقت الإنسان بتختزل إنسانيته وما بيقدر يعيش كإنسان طبيعي مثله مثل كل مثل اللي الله خلقهم يعني، وما بيتعايش مع رفقاته مثل بقية الناس وبينزوى ببيته لحاله سنتين، هون الكارثة الحقيقية وكارثة على الأهل لأنه هي كمان أم وقلبها من جوا موجوع على ابنها انه بدها محاولات. وانا طبعا كمان في عندي ليالي. شو حلوين الرسومات على عم شوف هي ليالي هرموش. ليالي هرموش خلينا نرجع شوي صوره لورا بليز. لا لورا بعد وحده شكرا. هي ليالي هرموش هي طلعت ببروجرام احمر بالخط العريض بس للاسف ما تم الاضاءه عليها، ما تم الاضاءه على الصعوبات اللي كنت انا عم بشتغل عليها لانه بقيت سنه. ليالي هرموش التوحد انتم بتعرفوا مرض ثابت ومستقر صح. وصعب انك انت توصلي لمرحله. البنت انا من فتره شفتها اذا بقول لك عبطت فيني اي ميس يو مدام فاطمه، اي ميس يو سو ماتش. مجرد انه تحسي هذا ويوصل لك هذا الشعور بتتخلي عن كثير امور بحياتك حتى تعيشي جواتك كانسان. قد ايه عمرها؟
عمرها 14 سنة. هي اللي رسمه هول اللوحات. هي اللي رسمه هول اللوحات. في أطفال خلال هالمشاركتهم حسيت قبل المعرض، حسيت على لحظة يمكن رح يستسلموا رح يوقفوا، رجعت شجعتيهم دعمتيهم أو لا من الأول كانوا هالقد؟ لكي دايما لأنه الفن بده وقت، يعني بده صبر كمان. صبر كتير. والحالات اللي عم تكون يعني مش 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 عم يجي طالب يعني بامتيازات معينة، عم تكون امتيازات يعني بتطلع متقلبة. متقلبة. بس وبعدين عندهم حالات استثنائية يعني. يعني تصوري أنا سميح أخذت برمت المول اللي أنا قاعدة فيه بالأتوليه لحتى بس رجعوا للحياة، رجعوا هيدا الولد اللي هو قاعد بين أربع حيطان مع سته وجده لحتى يرجع يشوف إنه في حياة لإله. ليش لحتى ينحط ولد مثل هيدا عمره 11 سنة جوات أربع جدران وما يقدر يكفي حياته كمستقبل؟ يعني هو لا اللي على الكرسي متحرك، على الكرسي متحرك نقدر نشوف الصور. اوكي. طيب وقت عملتوا المعرض وافتتحته بوجود هالطلاب كلهم سوا، ذوي الاحتياجات الخاصه تحديدا كيف كانت رده فعلهم؟ ما بتصدقي، يعني انا ما حسيت انه كاعلام حضر لحتى يشوف، بس بكفيني انا وقت شفت فرحه الاهل وهالولاد قد ايه صنيع اللي انت عملتيه. عم بيبيعوا اللوحات؟ لا، هن عم يكتفوا الاهل انه يبقوا اللوحات هي كذكرى من المرسم. وكنشاط اشتغلوا فيه مده 6 شهور. نعم. لازم يبيعوا اللوحات برايك انت؟ ايه، كرمال يطلع لهم مردود مادي، بعتقد هذا الشيء بيساعدهم كمان. هو مش القصد المشاركه، هو مش القصد، القصد من الامر انه انت تحاولي تبسي شيء من الوجود، انك انت عايشه في شيء، في حدا بالحياه. يعني هلا بعت لي، بتعرفي هن عملوا انجاز بهالشيء اللي صح. عملوه، يعني حسوا حالهم انه، بعتذر على التعبير مش لإلي ابدا التعبير، بس حسوا انه قادرين يعملوا شيء. يعني هيدا هو، هيدا سميح، كان ما عم يستعمل ايديه ابدا بالمطلق. لكي بعت لي على الموبايل هلا، قلت له انا طالعه على الهواء، قلوبي يعني انت كانسان بتحسي بتشعري قد ايه انسانيتك بتقوى وقت بتشعري انه هيك شخص عم بيحبك لمجرد انه بس انت اعطيتيه اداه بتعرفي فاطمه، عن جد عن جد برافو انه ما عرضت لك ولا نظمت معرض لاشغال لاعمالك او لوحاتك، ماشي انه من الفن عن جد بياخذ المعنى الحقيقي اللي هو الرساله الانسانيه، عم تشتغلي على اشخاص ثانيين. يخلي لي قلبك. هلا بعض الاصدقاء قالوا لي فاطمه معلش حطي لوحات لك، انا رفضت انه ينحط جوات المعرض، اكتفيت بالمعرض انه يكون بس للطلاب، وحطيت برات الانستيتيو حطيت لوحتين لالي، ويعني نوع من الترغيب انه هاي فاطمه السيد، بصير الناس بتجي بتشوف انه هاي لوحات كبيره، بنشوف مين رسمها. يعني انت مش بس اشتغلتي على هول الاطفال تيعملوا انجاز بحياتهم، انت اشتغلتي على موضوع يمكن الجمعيات مسؤوله عنه والدوله مسؤوله عنه، يلي هو الدمج بينهم وبين الطلاب الباقيين، وهذا شيء كثير اساسي. خلي لي قلبك. خلينا نقول انه المعرض بلش ب3 اذار وبعده مستمر تحت عنوان لمعه نور بالتعاون مع المركز الثقافي بطرابلس، وهنيك المعرض بالمركز وجمعيه الفيحاء وجمعيه كانت الرعايه مع جمعيه الفيحاء، والتعاون كان مع السنتر الفرنسي اللي موجود بسيتي كومبلكس بالطبع. نعم. برافو. نحن بنتشكرك فاطمه، وبرافو انه استعملت الفن هيك كوسيله استثنائيه تكون، ما هو منبر من الروتين مثل ما ذكرت، ما هو منبر ومنبر حر من خلاله فيك انت تعلي صوتك وتسمعي صوتك لكل الناس، وانا هيدا اللي عم بعمله هلا. اهلا فيك يا بيعلى. خلي لي قلبك. موفقه. نحن رح منتابع أخبار الصباح، ومن بعد مشاركته بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي وضمن الليالي العربية بمهرجان دبي السينمائي، تم إطلاق فيلم محبس للمخرجة صوفيا بطرس بالأسواق اللبنانية. كاميرا أخبار الصباح تواجدت بحفل إطلاق الفيلم بسينما سيتي، سينما سيتي بأسواق بيروت، ورجعت بها التقرير للزميلة ماري تيريز معلوف. هاي أول مرة الجميع بفوتوا على بيتنا، خطبة هاي رح يعجبهم. انت ما معك خبر انه اليوم غادة عم تخطب؟ كيف يعني؟ طب رح تكون معصبة مكشرة زعلانة شو؟ مين اميك؟ اعوذ بالله. وصلوا شاب اللي جاي يخطب على سوري. شو؟
القصة بتصير بكل بيت شاب جاي يخطب ايد حبيبته من أهله، لكن قصة هالطلبة مختلفة وبتبلش لما العريس يكون شاب سوري وام العروس عندها كره للسوريين لانهم قتلوا لخيها بالحرب اللبنانيه. تبدا المفاجات والمواقف المحرجه باطار الكوميديا السوداء بفيلم محبس. جمع نخبه من الممثلين اللبنانيين والسوريين، جوليا قصار، علي خليل، سيرينا شامي، باتي توتال، سعيد سرحان. والممثلين السوريين بسام كوسا، نادين خوري، جابر خضار. والفيلم من كتابة وإخراج صوفي بطرس وشراكتها بالكتابة نادية عليوين يلي هي منتجة الفيلم أيضا. موسيقى تصويرية لزياد بطرس. جد معنا هو كوميدي، اشتغلنا أنا وزميلتي.